بالتأكيد إنه الحدث الأهم في الساعات الأخيرة هو إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب لفترة ولاية جديدة 4 سنوات مقبلة. وبالتأكيد إنه الانتخابات كانت محطة أنظار العالم بسبب التأثير الكبير لسياسات واشنطن على الساحة الدولية. ومع إعلان فوز ترامب بتتصاعد الأمال وأيضا المخاوف والأمال المتضاربة بشأن الاتجاهات السياسية التي سيتبناها ترامب في ولايته الجديدة. للحديث بشكل موسع معنا دكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية على شاشة اليوم السابع. برحب بحضرتك يا دكتور أحمد معنا. اهلا اهلا استاذه جرمين. أهلا بحضرتك دكتور. في البداية يعني ماذا يعني فوز ترامب وانعكاس فوزه على المنطقة والشرق الأوسط؟ الحقيقه طبعا يجب ان كلنا يعلم ان ترامب اصبح على راس الدوله الاقوى في العالم، وبالتالي اي تغير في سياستها الخارجيه لابد وان تكون له انعكاساته الواضحة على المنطقة التي ستتناولها هذه السياسات. وطبعا نحن نعلم أن هناك مناطق مشتعلة بالصراعات، منها مثلا ما يجري في أوكرانيا، منها ما يجري في منطقتنا. وبالنسبة لنا، وهذا ما يهمنا أساسا، هناك عدد من الملاحظات. الملاحظة الأولى، أننا نعلم أن في بداية ترامب الأولى كانت سياساته تتجه إلى انحياز غير مألوف لإسرائيل. ما الذي أقصده بهذا؟ أن السياسة الأمريكية دائما منحازة لإسرائيل، ولكن ترامب زاد عليها أنه أتى بأشياء كان رؤساء السابقون عليه يمتنعون عنها. فاعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، واعترف بضم إسرائيل للجولان، واعترف بشرعية الاستيطان. ومن ثم فإن هناك أو كان التصور لدى قطاعات كثيرة أن فوز ترامب سيكون كارثة على المصالح العربية والقضية الفلسطينية. ولكن الحقيقة أود بالنسبة لهذا التوقع أن أشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولو كانت كمالا هاريس قد فازت، الحقيقة في السنة الماضية التي اشتعلت فيها أحداث طوفان الأقصى لم نرى منه سوى الكلام. يعني يجب وقف النار، يجب تقليل الضحايا المدنيين، نحن ضد كذا، نحن ضد كذا، لكننا لم نرى أي أفعال تؤثر في جرائم إسرائيل في المنطقة. وبالتالي ما أريد أن أقوله أن المرشحين بالنسبة لنا تقريبا هما نفس الشيء. مرشحة كانت تقول كلاما ألطف، ولكنها في الفعل تتساوى أو يعني تنحاز تماما لإسرائيل، أو على الأقل لا تمنع إسرائيل من الاستمرار في جرائمها. أما أن ترامب قد فاز، فالتوقع المنطقي أنه يمكن أن يواصل انحيازه غير العادي وغير المألوف لإسرائيل. ولكن دعيني حضرتك أقول أن الأمور تتغير، بمعنى أن المنطقة الآن ليست كالمنطقة في ولاية ترامب الأولى، بمعنى أن جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان قد حركت دوائر الرأي العام الإعلامي بما فيها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك احتمال أن يحدث هذا نوعا من التغير في السياسات حتى عند شخص كترامب، خصوصا أننا علمنا أن هناك قطاعات من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطته في المرحلة الأخيرة من مراحل السباق الانتخابي تأييدها كنوع من الاحتجاج على سياسات كمالا هاريس وبايدن المتخاذلة. وبالتالي ربما تنعكس هذه التطورات على سياسة ترامب، خصوصا أنه يعني بدأ يدلي بتصريحات هي صحيح غير محددة، لكنها تفتح الباب لاحتمالات جديدة. يعني هو مثلا من ضمن تصريحاته قال أن الحرب لن تستمر لما بعد أداء اليمين، يعني الحرب يجب أن تنتهي قبل أدائه اليمين. وانتهاء الحرب في حد ذاته شيء إيجابي، لكن الأهم من انتهاء الحرب كيف تنتهي.
فهل تنتهي الحرب مثلا بتلبية المطالب الإسرائيلية بالكامل أم تنتهي بتسوية متوازنة؟ الخلاصة أن الاحتمالات مفتوحة، وفي هذا الصدد أقول أن العبرة لن تكون بترامب أو غير ترامب، ولكن العبرة أساسا بأمرين: الأمر الأول استمرار صمود المقاومة ضد إسرائيل، لأن استمرار صمود المقاومة سيجبر ترامب على أن يأخذها في اعتباره، والأمر الثاني إمكان تطوير الموقف العربي على نحو أفضل بحيث يأخذه ترامب في حسبانه وهو يتخذ خطواته القادمة تجاه ما يجري في منطقتنا من العالم. بالتأكيد. طيب، وبرأي حضرتك يا دكتور، يعني إلى أي مدى ترامب هو أكثر خبرة في التعامل مع قادة العالم، أغلب القادة في الشرق الأوسط والعالم؟ هو طبعا ترامب ليس أكثر خبرة، فكل ما في الأمر أنه شخص أتى إلى الرئاسة من خارج المعترك السياسي تماما، لكنه يتميز بأنه كانت له آراء الواضحة ويعني قراراته القوية الحاسمة، وبالتالي تقديري أن ترامب يتصرف ليس باعتباره شخص خبير بالرؤساء وبالمنطقة وبالسياسة الدولية، ولكنه يتصرف باعتباره على رأس أقوى دولة في العالم، وبالتالي فإن تصوره أن ما يريده يجب أن يحدث. يعني تذكري حضرتك مثلا أيام الخلاف بينه وبين حلفائه الأوروبيين حول موضوع حلف الأطلنطي، كان بالنسبة لهم أمرا مزعجا، ولكن هي القضية أنه كما ذكرت ترامب يعتبر نفسه على رأس أقوى دولة في العالم، وبالتالي فإن كلامه يجب أن يكون مسموعا. المسألة إذن ليست مسألة خبرة بقدر ما هي مسألة نظرة ترامب لنفسه ولدولته، وتذكرين بطبيعة الحال شعاره حول ضرورة أن تعود أمريكا عظيمة مرة أخرى. بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد يوسف. شكرا لك يا أستاذ جلال ومسيتي. شكرا، تشرفت. يعني دي قراءة سريعة حول السياسات التي يتبناها ترامب في الأربع سنوات المقبلة وانعكاس فوزه على المنطقة والشرق الأوسط في الأربع سنوات المقبلة. بشكر حضراتكم بالتأكيد على المتابعة.